هيتحبس. لا لا كلام حضرتك دكتور، كلام حضرتك الفكره مش واصله. لا الفكره واصله، كلام مستنبط بس الفكره حاجه ثانيه خالص. انت بس ونرجع تاني نقول ان في النهايه حبس الاب والام نتيجه اعتدائهم حتى بالايذاء لاولادهم ده هيبقى جرح لعمره كله، ومش ده الحل ان انا احبس الاب والام، لانه في النهايه هم المسؤولين عنهم برضو. يعني ان انا مش الابن هيروح يبلغ في ابوه، مش الابن هيروح يبلغ في ابوه، بس في النهايه هم اللي هيحبسوا بالظبط. بس طبعا هضد الضرب بوجه عام. الو معايا تليفون. الو اهلا بيك اتفضل. فعلا اهلا بيك اتفضل سامعينك يا فندم. دلوقتي انا كنت عايز اتكلم بس في حته الاهانه بالنسبه للطفل او ضربه. ايوه في حديث بيقول من هدهد طفلا فكاننا هدهد عرش الرحمن. يا جدعان لازم نعرف ان بامانه الطفل، وانا دي شيء انا بعمله في ايدي، ان انا بعاقب طفلي بحبي.